وضع الأسواق لليوم. معنا في الاستوديو ضيفنا نور الدين الحموري. صباح الخير يا نور، يعني دائما بتشرفنا انك تكون ضيف على عائلة سي ام بي سي. طيب بداية لنتحدث عن قوة النفط في هذه المرحلة، لماذا يقوى رغم كل ما نسمعه من التطورات السلبية على مستوى النمو، على مستوى حتى الانتاج الصناعي في الصين، لماذا يقوى؟ نعم، هي فعلا ارتفاعات النفط خلال الفترة الماضية كانت اولا يعني ممكن ان نقول تقنية، هذا اول شيء، اما من ناحية سياسية او من ناحية جيوسياسية هذا شيء طبيعي انه يرتفع، لانه استمرار التطورات سواء من سوريا سواء من ايران، ويعني كل ما يحدث الان على الاقل عدم اليقين ما بين ايران واسرائيل، ايران والولايات المتحدة الامريكية، نوعا ما تعطي دفعة لاسواق النفط. لكن في هناك كمان شيء اهم اللي هو في الاسواق نسميه جولد تو اويل ريشيو، اذا كنت تذكرين، اللي هي نسبة اسعار الذهب الى اسعار النفط. خلال شهر أربعة الماضي كانت هناك إشارات فعليا واضحة أنه لما انخفضنا عند حوالي 80 دولار كانت هناك نوعا ما هذه النسبة، كل ما نوصل عندما نصل إلى مستوى قمة في قمة تقنية في هذا الشارت تبعي النسبة، دائما نرى ارتفاع في الأكوتيز، ارتفاع في أسواق الأسهم، وارتفاع في النفط. ما هي النسبة يعني؟ ما هي النسبة بين الذهب والنفط؟ الفكرة هنا أنه يعني بنحسبها بالطريقة أنه كل أونص الذهب كم برميل نفط راح تعطيني. الشار تبعها او الرسم البياني تبعها دائما اذا بنيجي بنركبه او بنحطه على يعني على اكثر من شارت، احنا دائما بنحطه الشارت النسبه هاي تاريخها على بالاضافه من يعني بنضيف على هذا الشارت اللي هو انا اكثر شيء بضيف الاويل اللي هو ويست تكساس كرود او خام غرب تكساس، والاس ام بي 500 الامريكي. اذا بتشوفيها على الشارت اخر فتره لما كان وصل القمه، هذه النسبه وصلت لقمه، كان الاس ام بي عند حوالي 1313، كان خام تكساس عند 80 دولار، كانت تعطي اشاره واضحه بانه هناك موجه جديده من الارتفاعات سواء في اسواق الاسهم واسواق النفط. شهدنا ارتفاعات باكثر من 8% الى الان او حتى 9% الى الان من الوست تكساس كرود او غرب خام غرب تكساس، والاس ام بي 500 ارتفع الى ما فوق مستويات ال 1400 الى الان. لكن السؤال يكمن هو هل ستستمر الارتفاعات وهل من الممكن ان نصل الى 100 دولار بالنسبه لاسعار النفط؟ نوعا ما شيء يعني استبعده في الوقت الحالي على الاقل، لانه الخوف من ما يحدث الان من الاقتصاد العالمي سواء من الصين من اليابان، يوم امس شهدنا ايضا استمرار تباطؤ الاقتصاد، اليونان ايضا باستمرار الانكماش، على الاقل دول البريكس بشكل عام لا تعطي مؤشرات جيده فعليا على نمو اقتصادي خلال يعني هي فقط المقبلة. مرحله مؤقته من يعني النفط استفاد من بعض الاخبار السلبيه فقط لغير. وبالتالي لا اعتقد انه الأسعار. يعني شيء مبني على انه زياده في الطلب، لا اعتقد ذلك، يعني هذا شيء نوعا ما بعيد جدا. طيب بالنسبه للطلب، لماذا الاسواق او التقارير لا تاخذ بعين اعتبارها؟ يعني لماذا لا نرى التركيز على حجم الطلب العالمي وايضا المعروض من النفط؟ هل برايك لانه فقط بالنسبه لاوبك هي التي يمكن تتبع تحركات هذه المنظمه او انتاجها، ولا يمكن تتبع ربما الدول من خارج المنظمه بالنسبه لهذه الارقام؟ هو ممكن، لكن هو هل من السهل فعلا تتبع طيب ما يكون تحته من سوق النفط؟ هو اكيد ليس من السهل، لكن السؤال هو فعليا بعد الذي حصل خلال الفتره الماضيه وخصوصا خلال الثوره الليبيه، يعني كان البرودكشن من اللايت سويت كرود او اللي هو النفط الخفيف الليبي وهو افضل النفط بالنسبه لاوروبا، كان هو المشكله في ذلك الوقت. لكن الان وبعد عوده يعني ليبيا الى الانتاج بشكل اعلى مما كانت تنتجه قبل الثوره الليبيه، نوعا ما اعطى ارتياح لاسواق النفط، خصوصا من ناحيه ماذا؟ من ناحيه ايران. يعني لو في حال حصل ما حصل يعني تدخل عسكري او استمرار او يعني اغلاق مضيق هرمز او وقف النفط من ايران، لن يؤثر ذلك على الاسواق، لانه عدنا في ليبيا مره اخرى الى الانتعاش مره اخرى والمزيد من يعني من ضخ النفط واكثر مما كان في السابق. ففعليا الاسواق نوعا ما مرتاحه الان، يعني حتى مع شهدنا تراجع من 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 ايران انها تقول لن تقوم باغلاق المضيق، لانه طالما يعني يستمر او طالما يكون لمصلحتها، طبعا استمرار هي مناوشات بشكل او باخر. بالنسبه للتتبع المعروض والمعروض والمستهلك، يعني هو فعليا شيء صعب جدا، لكن عن طريق اوبك ممكن يكون افضل شيء عن تتبع اي منظمه اخرى، لانه هي يعني تعتبر اكثر المنتج او يعني بشكل دولي للنفط، وخصوصا انه هي تعطي يعني الى حد ما مؤشرات واضحه بتأكيد. فيما يتعلق بالتخفيض او حتى بالرفع. طيب بالنسبه للفضه،
هل من سيعاود ربما ارتفاعاته؟ يعني قيل الكثير في الفترة الماضية عندما وصل إلى قرابة $40 للأونصة أنه الفضة مؤهل كمعدن أكثر من الذهب لأن يشير إلى ارتفاعاته، وكانت المراهنات قوية عليه. هل الأربعين هو الأقوى وقد لا نصل إليها بسهولة؟ هل سنجدد ربما هذه الدورة بالنسبة للفضة؟ نعم، اللي حصل فعليا بالفضة والذهب حتى أيضا خلال الفترة الماضية، أولا في عنا اللي هم سي ام اي جروب او اللي هي التي يعني الهيئه التي تعطي الاسعار الذهب واسعار الفضه للمتداولين عبر الانترنت، فالذي تم خلال فتره ارتفاع الذهب الى عند 1920 كانت الفضه ايضا عند مستويات ال 50 وهي اعلى مستوياتها، قامت برفع ما نسميه اللي هو المارجن ريكويرمنت او يعني الهامش الاساسي او التامين لهذا الهامش. عندما تريد الدخول في الاسواق وتريد شراء فرضا اونصه فضه يجب عليك التامين مثلا ب $1000 لتاخذ اونصه واحده، لكن الان رفع هذا التامين الى $1500، فهذا ادى الى نقص السيوله مره اخرى وزياده التامين. هذا خفف من مرحله يعني او السيوله العاليه في الفضه، ادى ذلك الى انخفاضها مره اخرى. هذه واحده الاشياء. الشيء الثاني، المستويات الدعم القويه الان هي تتمركز عند حوالي مستويات $25، لم نخترقها بشكل كبير وواضح. الفترة المقبلة فعليا إذا حمل يعني إذا حسبنا شغلة بسيطة بالنسبة للذهب وللفضة، في عندنا الادجستد انفليشن للاقتصاد العالمي أو اللي هو يعني التضخم المغير نوعا ما أو المتوسط منذ العام 1580 إلى الآن، أن نرى أن هناك في نسبة تغير بأكثر من حوالي 200 إلى 250%. إذا بنيجي نحسب أعلى مستويات سنة 1980 وضربناها في هذه النسبة أو نسبة التغير في هذا التضخم، سيعطينا نوعا ما السعر العادل للذهب والفضة. السعر العادل للذهب والفضة بالنسبة لآخر أرقام كانت يعني بالنسبة لنا حسبناها في يناير الماضي أو في يناير الماضي، كان السعر العادل للذهب في ذلك الوقت حوالي 2240، أما بالنسبة للفضة حوالي 65. هذا نوعا ما السعر العادل على مستوى التاريخ. لا، على مستوى التاريخ تطبقت كثيرا، يعني لم تخطئ هذه النسبة، لكنها غير محكومة في وقت معين. يعني من الممكن أن تأخذ يعني يعني كمان 6 أشهر إلى سنة ممكن جدا. طبعا لا ننسى أنه كل هذا الكلام أيضا يعني مرشح أيضا ويرشح الارتفاع، لأنه الجميع يتكلم الآن عن تيسير كمي سواء من الاتحاد الأوروبي سواء من يعني عندما تسمع أسواق المعادن الثمينة تيسير كمي وخصوصا من أمريكا، هذا سوف يطلق أسعار الذهب والفضة دائما. إلى أين ممكن إلى أين على الأقل في حال تم الإعلان الآن في الوقت الحالي حسب شو الرقم الذي سيتم الإعلان عنه Q3 من الولايات المتحدة الأمريكية، إذا كان سيكون أكثر من 600 مليار كما السابق، من الممكن فعليا أن نعود إلى 1920. لكن بأي شكل من الأشكال أي نوع، دائما بتيجي تتفرج بالأسواق بنسمع أي شيء عن تيسير كمي أو أرقام اقتصادية تشير إلى تيسير كمي، مثلا نقول يعني ارتفاع البطالة هذيك اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة الماضية أعطى نوعا ما إنديكيشن وصلنا إلى 1627، لكن لم يتم اختراقها. فالرينج نوعا ما لا زال في مكان معين، لكنه نعتقد أنه استمرار الذهب في الارتفاع سيستمر طالما أننا نتداول فوق 1525. بالنسبة للفضة مستويات 24 إلى 23 جيدة جدا، لازلنا يعني ننصح بالشراء في تلك المستويات إلى على الأقل إلى مستويات 30 وحتى 40 ممكن جدا خلال العام الحالي أو من الآن حتى منتصف العام المقبل ممكن جدا. يعني وخصوصا أنه كلمة التيسير الكمي يبدو أنها ستكون مطروحة بتأكيد. وعندما تتثبت هذه الكلمة أو هذا المصطلح سوف تنطلق الأسعار بالنسبة للذهب والفضة. سوف نكمل أيضا مع بقية السلع وخصوصا السلع الزراعية التي عليها أن تتلمس طريقها مع كلمة الجفاف، وهي نعم. كلمة خطيرة جدا على مستوى العالم. مضطرين للذهاب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا مشاهدينا. إذن وهذا طبق البرياني أو الكبسة، يعني على الأقل ما في مشكلة، يعني بالمنطقة الخليجية ما في عندنا هذه المشكلة. طيب لنتكلم عن هذه الأسعار، هل نحن يعني كما ذكرت من قبل أنه هل نحن أمام موسم جديد من ارتفاع أسعار السلع الزراعية؟ أعتقد أنه حيكون الارتفاع محدود نوعا ما، رغم أنه هي الظروف القاسية جدا حتى لو، لأنه من جديد السلع فعليا أو الاقتصاد العالمي بشكل عام لا يتحمل فعليا ارتفاع السلع على كل المستويات، ليس فقط في الطاقة أو حتى في الغذاء بشكل أو بآخر، لأنه ليس هناك ما يعني ما
يعني هناك ما يدعو لهذا الارتفاع، لكن يعني السؤال الاهم انه الطلب سيخف او سيقل مره اخرى، فلن يكون هناك. طيب مع الاكل هلا ممكن نفهم على مستوى النفط نور، لكن نعم. مع الطعام يعني الوضع كيف سيتدبره الناس؟ من الممكن هلا في الوقت الحالي الذهاب الى السلع البديله، بس نوعا ما يعني لا هناك بديل عن الارز مثلا. يعني لن تعود الناس الى الشعير مثلا او للبرغل نوعا ما. فلذلك ممكن يرتفع لانه الطلب حيزداد. من الممكن ذلك نعم، لكن السؤال انه هل سيتم اتخاذ سياسه التحجيم الاستهلاكي او اللي هي يعني تحجيم حجم الاستهلاك في الاسواق سواء في الدول او حتى في يعني الاماكن المخصصه للبيع، لانه من الممكن ان نرى فعليا تحجيم استهلاكي. اتخيل ممكن اذا يعني اذا ما تم فعليا وصول الازمه الى حد كبير من هذا النوع، لكن كما يعني كما ذكرنا في التقرير او كما ذكرت في التقرير انه هو نوعا ما في الولايات المتحده الامريكيه اتت هذه الازمه على بواقع 60% عن المحصول الكامل، يعني غضب طبيعي نوعا ما ممكن، لكن بشكل او باخر يعني اعتقد انه هناك سواء على الاقل في المنطقه العربيه او حتى على مستوى العالم يعني لن يكون هناك المشكله في الولايات المتحده الامريكيه بشكل كامل التي ستؤثر بشكل كارثي نوعا ما على الغذاء العالمي، لا نعتقد ذلك، لانه هناك بدائل كثيره سواء في الوطن العربي سواء في اوروبا سواء يعني في خصوصا انه يعني عم بتزيد يعني حجم المساحات المزروعه يعني في بعض البلدان بلشت تستصلح اراضي. طيب خلينا نتكلم تاريخيا ربما بالنسبه للسلع، يعني العلاقه ما بين السلع النفطيه يعني او خامات النفط ربما او السلع الاخرى او حتى المعادن الصناعيه والسلع الزراعيه، هل هناك ترابط في هذه العلاقه او دائما السلع الزراعيه سيكون لها عواملها مختلفه؟ دائما السلع الزراعيه لها عوامل مختلفه لانه ما بترتبط ابدا حتى مع سعر الدولار، لا ترتبط حتى كثيرة. مع سعر الدولار هلا هي ترتبط اكثر شيء مع يعني من ناحيه اقتصاديه مع التضخم، هذا اكبر شيء الزراعيه لانه يعني هذا خلال الفتره الاساسيه بالضبط لأنه خلال فتره يعني قبل بدايه الازمه الماليه العالميه كانت الاسعار يعني ترتفع بشكل كبير، كانت فقط لانه التضخم ما زال فيه ارتفاع مستمر وعدم يعني استطاعه البنوك المركزيه في ذلك الوقت في يعني تحمل هذه الارتفاعات. يعني شهدنا كانت قبل الازمه الماليه العالميه شهدنا ارتفاع كبير في اسعار الفوائد على كل مستويات العالم، لكن في يوم وليله شهدنا انخفاض كبير لها. هذه من ناحيه، من ناحيه اخرى يعني اذا بنيجي نحكي على من ناحيه السلع النفطيه وسلع يعني السلع الزراعيه نوعا ما ممكن ان تكون مرتبطه لكن بشكل مستقبلي، انه يعني اذا بنيجي نقول والله شهدنا نوعا ما من التنشنز او نوع من المناوشات استمرار المناوشات بين دوله نفطيه واخرى، من الممكن ان تتوقع الاسواق ان هذا الارتفاع منكم ان يستمر او حتى او ان المنطقه او حتى سيكون هناك حرب في العالم او حرب في اي دول في العالم، من الممكن ان تتوقع الاسواق الزراعيه هذا مستقبلا او يعني بشكل او برايس ان او اللي هو يتم تسعيره مستقبلا فقط من المخاوف كما يحصل في الاسواق بشكل عام اللي هو ارتفاع شهيه المخاطره او النزوح عن المخاطر مره اخرى. يعني هذا اكثر شيء اتخيل انه لن يكون هناك تاثير بشكل كبير جدا لانه بشكل او باخر السلع لا تتحمل او الاقتصاد العالمي لا يتحمل فعليا في الوقت الحالي ارتفاع السلع في الفترة المقبلة. طيب لنتكلم، لنعود إلى منطقة اليورو ونتكلم عن إشكالياتها، يعني حتى بالنسبة لكل هذه الأوضاع المتردية، ألمانيا تستطيع أن تبيع سندات وتقريبا سعر الفائدة أقل من الصفر، الشهية واضحة، المستثمرين يثقون بشكل واضح وقوي بالاقتصاد الألماني على عكس البقية. برأيك اليورو كيف يتصرف؟ هل ما يزال يستمد قوته أيضا من أي معطيات تأتي من ألمانيا؟ في مقابل ذلك المعطيات السلبية القادمة من البقية، نعم. أين نصل؟ بالرغم ألمانيا تبقى في يعني بشكل أو بآخر هي الأمان على الأقل بالنسبة لكل المستثمرين حول العالم. لماذا؟ أول شيء يعني استمرارها بالتعنت أو نوعا ما يعني بالتحفظ على كل ما يفعله في الاتحاد الأوروبي، يعني عدم موافقتها في الوقت الحالي على السندات المشتركة من الأوروبية المشتركة نوعا ما يعطي نوع من الأمان بالنسبة للمستثمرين. شهدنا من بعد هذه القرارات ومن بعد هذه أنه لم نرى تنازلات جديدة من أنجيلا ميركل، فأعطت نوعا ما المزيد من ارتفاع أو انخفاض في العوائد على السندات إلى ما دون الصفر، بالإضافة إلى أنه استمرار البنك المركزي الأوروبي في عدم التدخل. يعني شاهدنا ماريو دراغي من لندن قبل 3 أسابيع قال أنه يعني أعطى الأسواق نوعا ما جرعة واضحة أنه هناك سيكون تدخل في يوم قرار الفائدة، لكن كان قرار الفائدة الأسبوع ليس الماضي الذي قبله، لم نسمع أي شيء جديد ولم يكون هناك أي نوع من الإجراءات على الأقل سواء شراء المزيد من السندات الحكومية. حتى يوم أمس قال الفدرالي أو عفوا البنك المركزي الأوروبي أنه لم يقوم بشراء أي سندات حكومية منذ يعني منذ 22 أسبوع إلى الآن لم يتم شراء. ماذا عن سعر الفائدة؟
ذلك هلا سعر الفائده حتى مع سعر الفائده، سعر الفائده بقي عن مستويات 0.5، لكن يقال انه قريبا سناتي الى تخفيض، سناتي الى تخفيض بالتاكيد، هذا شيء واضح جدا انه سيتم الذهاب الى التخفيض. لكن السؤال الان ان سيتم الاعلان عن ال تي ار او جديد او اللي هو برنامج تمويلي ثالث، هل سيكون على في اشارات له؟ هل اعطوا اشارات انه هن ممكن اشارات؟ لا يمكن لاي بنك مركزي ان يعطي اشارات واضحه، يعني لم نفهم ذلك، لانه قبل 3 اسابيع يعني كنا في الأسواق ونحن يعني ننظر إليه، نعلم أن هناك إجراء قريبا سواء من ناحية شراء سندات خزينة أو LTRO. LTRO 3 ممكن، ليش نعود إلى التاريخ مرة أخرى ونعود إلى LTRO الأول والثاني؟ كانت السندات على الخزينة أو السندات على السندات الخزينة الإسبانية أو الإيطالية عفوا عند 7%. تم إعطاء أو تم يعني إصدار هذا البرنامج التمويلي لمساعدة أو هي بيل أوت أو مساعدة عاجلة لإيطاليا، لكن بشكل غير مباشر والقول أنها للبنوك الأوروبية. الآن من الممكن أن يحصل نفس السيناريو، لكن هي مساعدات غير مباشرة أيضا لإسبانيا. من الممكن أن يأتي سؤال هنا أنه إسبانيا أصلا البنوك ستأخذ 100 مليار يورو، لكن المفتاح الآن هو سبتمبر المقبل، لن يتم الحصول على أو لن تحصل البنوك الإسبانية على أي مليار يورو أو على أي يورو إلا بعد يعني حصولها أو نجاحها في برنامج أو اللي هو امتحان ستريس تيست أو فحص الضغط. هنا يكمن المفتاح استمرار، في حال ستنجح في ذلك من الممكن أن تتحجم الأزمة نوعا ما لفترة بسيطة، لأن الفترة الحالية ليست فترة أزمة بنوك إنما أزمة بنوك وولايات، فنوعا ما يعني لا زالت الصورة ضبابية بشكل أو بآخر يعني. لكن السؤال الأهم الذي سنسأله الآن، في حال فعليا يعني نجحت إسبانيا في تخطي هذا الامتحان أو هذا الفحص الجهد، السؤال ما هو السيناريو الذي تم وضعه في هذه الامتحانات وما مدى صعوبة هذه السيناريوهات حتى أنه إسبانيا استطاعت الذهاب منه؟ هل سيكون هل هو سيناريو قليل؟ هل هو سيناريو صعب؟ هنا تكمن يعني يكمن السؤال فوق. يمكن ما يصعبون كثير الأسئلة أو تبقى المشكلة كما هي. يعني أشكرك نور الدين الحموري على كل هذه المعلومات، ولنعد إلى تقليب صفحات المفكر لليوم.